مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مساحة جديدة للتواصل والتفاعل والحوار مع المختصين والمحللين، وأيضا استقبال آرائكم ومشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديدا موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان همزة وصل إي جي في منصة همزة وصل للتواصل. إذا مشاهدينا بنناقش معاكم النهاردة محور يعني مهم جدا كلنا بنستقبله غدا بإذن الله على مدار 3 أيام، بنتكلم عن المؤتمر الاقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هيستمر من يوم 23 ل 25 أكتوبر 2022. المؤتمر هيكون بحضور الحقيقة نخبة كبيرة جدا من المفكرين، من الأدباء، من المتخصصين في هذا المجال الاقتصادي. هيناقش عدة محاور، بالأهم هيناقش الأوضاع الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله والتحديات اللي بتمر بيها مصر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية اللي بتشهدها مصر بالتأكيد. هيركز أكتر على عدة محاور اقتصادية، هيركز على الحوافز والمرونة اللي هتكون في الاقتصاد في الفترة القادمة، وتقديم حوافز للمستثمرين علشان نشجع أكتر من القيمة التنافسية داخل السوق، وضم الاقتصادين، الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي علشان نوصل للهدف المستهدف بإذن الله. كمان هنركز على قطاع الصناعة، أهمية قطاع الصناعة في جذب مزيد من الاستثمارات. هو دي طبعا المحاور اللي بنناقشها مع حضراتكم النهاردة في همزة وصل، وسؤال حلقتنا واللي بنتمنى المشاركة والتفاعل معانا على مدار الحلقة هو: المؤتمر الاقتصادي كيف يعزز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية؟ بالتأكيد أنا في انتظار المشاركات عبر همزة وصل إي جي. دلوقتي مع حضراتكم هنخرج على طول لمتابعة تقرير وبعض المعلومات اللي بنرصدها في التقرير، وهنرجع على طول نبدأ نقاشنا. التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، أهداف تسعى إليها الدولة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وكذا ممثلي مجتمع الأعمال، حيث سيشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه 3، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها بما يحقق الهدف المرجو منه وفق 3 مسارات أساسية. ويشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. أما المسار الثالث فيخصص لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات أولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة. وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش آراء وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري. فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلص إليها المؤتمر والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
إذن هي دوائر مستديرة للنقاش والحوار حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري على كل المستويات وكل الزوايا. خلونا نقرب أكثر من التفاصيل، وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور وليد. اهلا، مساء الخير يا استاذ حنان، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. مساء النور على حضرتك يا دكتور. يعني من وجهه نظرك، الى اي مدى شايف انه هيبقى في تبادل لوجهات النظر بين اطراف كتير، الاطراف الحكوميه وايضا الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد؟ يعني الواقع ان المؤتمر اصبح ملكا للمشاركين فيه وملكا لامانته العامه، فالمؤتمر ياتي استجابه من السيد الرئيس لنبض الشارع المصري، الذي اتصور ان السيد الرئيس قريب جدا من الشارع المصري، ووجد الكثير من الاراء، الكثير من الخبراء يتحدثون، الكثير من المطالبات من رجال الاعمال. القرار الاقتصادي له محددات معينه، بالتالي فان وضع هذه المطالبات والمقترحات والافكار في اطار دراسه ما بين الخبراء في هذا المؤتمر حتى يمكن اختيار ما يمكن تطبيقه من تلك الأفكار شيء مهم جدا. بالتالي فإن السيد الرئيس ينتظر نتيجة هذا المؤتمر، نحن الشعب ننتظر نتيجة هذا المؤتمر. هي أمانة صعبة يتحملها المشاركين في المؤتمر وأمانته العامة، فالمشاركين لديهم مسؤولية في أن يخرج عن هذا المؤتمر جديدا. لا نريد توصيات مكررة من مؤتمرات سابقة أو توصيات فلسفية غير قابلة للتطبيق، فضلا عن الأمانة العامة للمؤتمر التي تتلقى الكثير من المقترحات والأفكار عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذي تم إعداده على الموبايل. هذه الأفكار وتجميع تلك الأفكار وتنظيمها ومناقشتها وبحثها ده شيء مهم جدا. بالتالي فإن هذا المؤتمر أصبح ملكا للمشاركين به وأمانته العامة، مهم جدا أن يقوموا بمسؤولياتهم، ونحن نتطلع في أن يأتي طيب دكتور هذا المؤتمر وليد بما لم يأتي به مؤتمرات أخرى من قبل. بالتأكيد نحن في انتظار المؤتمر. دكتور وليد، وأنت خبير اقتصادي، يعني من وجهة نظرك كيف ترى تأثير الأزمات العالمية، بتكلم عن أزمة أوكرانية، كيف ترى تأثيرها على مصر وأهمية ده في أننا نصيغ خارطة طريق للاقتصاد في المستقبل؟ بداية أنا عايز أؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية تنمية واضحة ل2030 بعيدا عن كل الأزمات. فمصر ليس لديها مشكلة في الاستراتيجية، نحن لدينا خطوط عامة للعمل لا أتصور أنها يختلف عليها أحد، ولكن الأزمات العالمية تحتاج إلى إجراءات تفصيلية. إذا كانت الدولة المصرية نجحت بنسبة 100% في المرور من تداعيات كورونا دون أن يتحمل مواطن أو يشعر بأي مشكلة على الإطلاق، إلا أن تداعيات الحرب الأوكرانية والتي أتت قبل أن يتنفس الاقتصاد المصري ترتب عليها بعض المشاركة ما بين الدولة وما بين المواطن. هذه المشاركة التي تحتاج إلى أفكار جديدة من خلال هذا المؤتمر تحتاج إلى إجراءات سريعة قابلة للتطبيق وتصحح وتقوم المسار. فالعبرة بالإجراءات التفصيلية المتعلقة بتسريع وتيرة التنمية وسد الثغرات التي تحول ما بين النشاط أكبر للقطاع الخاص، الاتفاق على الخطوات التفصيلية وتقديم أفكار قابلة للتطبيق. هذا هو العلاج السريع على المدى القصير، فما نحتاجه هو إجراءات سريعة تقوم المسار على المدى القصير. أما الاستراتيجية العامة على المدى الطويل لا أتصور أنها تحتاج أو بها أي مشكلة أو ثغرات. طيب دكتور وليد، حضرتك ذكرت دلوقتي عدة إجراءات، هل إحنا محتاجين مزيد من التنافسية، مزيد من المرونة داخل الاقتصاد المصري في الفترات المقبلة علشان نخفف من تأثير الأزمات العالمية الاقتصادية؟ بالتأكيد الاقتصاد كائن متطور ويحتاج باستمرار إلى رعاية، الاستثمار يحتاج إلى رعاية.
مخطئ من يتصور ان الحوافز او الضمانات او التحفيز يقف عند مرحله او يقدم في تاريخ معين ليستمر لسنوات طويله. فعمليه النشاط الاقتصادي عمليه متغيره تحتاج الى رعايه متغيره. فعندما ننتقل من الاستراتيجيات الى التفاصيل نجد ان الدوله المصريه تحتاج باستمرار الى مراجعه ما تقدمه من حوافز، تحتاج باستمرار الى مراجعه المطالبات المتجدده للمستثمرين بحيث تكون لديها مرونه شديده تتواءم مع مرونه الاستثمار ومرونه التطور الاقتصادي. بالتالي فان هذا المؤتمر هو خطوه من خطوات التواصل وتقديم حلول جديده وحوافز جديده وحل مشكلات جديده تؤدي إلى دفع مسيرة النشاط الاقتصادي إلى مزيد من النمو خلال الفترة القادمة في إطار المستجدات التي تمر بالاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري. نعم، طيب دكتور وليد، حابة أناقش حضرتك في زاوية تانية. حابين نتكلم معاك عن قطاع الصناعة. قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحقيقة اللي بتوليها الدولة أهمية كبيرة جدا، خصوصا مع الأزمات الأخيرة طبعا فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وخلافه. هل إحنا محتاجين لمزيد من الحوافز، مزيد من المرونة في قطاع الصناعة وحل مشاكل قطاع الصناعة علشان نحقق المطلوب والمستهدف القومي؟ هو أنا عايز الحقيقة لازم أؤكد على أن الصناعة المصرية لا تبدأ من الصفر. مصر تمتلك صناعة عريقة وبها عمالة محترفة، ولكن هذه الصناعة تواجه تحديات مثلما تواجهها الصناعة في كافة دول العالم. عندما ننظر إلى الملف الصناعي نجد أنه يحتاج إلى تطوير في عدد من المحاور. المحور الأول هم الصناع أنفسهم. فمصر لديها نحو 530 ألف أو 540 ألف منشأة صناعية وفقا لتعداد الاقتصادي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2018. هذا العدد نحتاج إلى زيادته. أتصور أن زيادة تلك المنشآت يمكن أن يكون من خلال تقديم حوافز لأصحاب المنشآت في القطاع الخدمي والقطاع التجاري، حيث أن رائد الأعمال الصناعي غالبا لا يبدأ من الصفر، غالبا بيكون لديه استثمار في القطاع التجاري أو القطاع الخدمي في البداية. فإذا قمنا بزيادة عدد رواد الأعمال في القطاع الصناعي نأتي إلى محور آخر، وهو المحور المتعلق بدعم رواد الأعمال اللي موجودين في القطاع الصناعي. بالفعل المستثمرين اللي موجودين في القطاع الصناعي لديهم بعض المطالبات، منها ما هو قابل للتنفيذ ومنها ما هي مطالبات مبالغا فيها. المؤتمر مهم جدا أن يستمع إلى هذه المطالبات بحيث يتم من خلالها تطوير برامج التحفيز والحوافز التي تقدم إليهم. أتصور أنه وأتطلع أن تكون برامج التحفيز والحوافز التي تقدمها الدولة هي باقة متنوعة، يختار منها المستثمر ما يناسبه بنفسه. فالحوافز التي تناسب نشاط ربما لا تناسب غيره، فلماذا لا تكون هناك قائمة بالحوافز بعدد من النقاط؟ إذا كان المستثمر له 100 نقطة يختار من خلال النقاط الحوافز التي تناسبه. فالمؤتمر مهم جدا إن هو يبحث الحوافز التي تساعد على تساعد المنتجين على الاستمرار في إنتاجهم حتى يستطيعوا الاستفادة مما أنفقت فيه الدولة المصرية إنفاق هائل خلال السنوات الماضية. فالدولة المصرية أنفقت إنفاق هائل في توفير الطاقة بعد أن كان هناك عجز شديد في الطاقة. أصبح لدينا كهرباء وغاز. الدولة المصرية وفرت الأراضي الصناعية وطورت المواني، طورت البنية التحتية الكاملة التي تساعد القطاع الصناعي، فضلا عن انخراطها في الكثير من الاتفاقات الدولية التي تساعد على نفاذ المنتج الصناعي إلى الخارج. الصناعة المصرية لديها ظرف عالمي مهم جدا، الظرف الحالي، وهو حالة التضخم التي تضرب العالم وارتفاع تكلفة الواردات بصورة تؤدي إلى مزيد من التنافسية للمنتج الذي يتم تصنيعه في مصر. يجب استغلال هذه اللحظة من خلال ما تقدمه الدولة من حوافز ومن خلال مبادرات يقدمها رجال الأعمال أنفسهم خلال الفترة القادمة.
إذن دكتور وليد، حضرتك عرضت عدة جزئيات، منها حال الاقتصاد على أرض الواقع الآن، أيضا طرحت مجموعة من المقترحات والحلول لتحقيق التنمية في الاقتصاد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جابالله، وأنت الخبير الاقتصادي كنت معي على الهواء مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك دكتور وليد. أيضا مشاهدينا خلونا ناخد نقطة أخرى للنقاش والتوسع في الحوار، وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. مساء الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك، حابة أتكلم معاك في الجزئية الخاصة بتنمية ودعم الاقتصاد من خلال القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص. بنتكلم عن مشاركة مهمة جدا للقطاع الخاص، بنتكلم عن تهيئة كمان لبيئة الاستثمار ومجتمع المال والأعمال، كيف يتم ذلك في المؤتمر الاقتصادي؟ أكيد كلنا عارفين إن القطاع الخاص يمثل 75% من الاقتصاد القومي للدولة، وبالتالي 75% من الناتج المحلي من القطاع الخاص، 75% من العمالة هي تعمل في القطاع الخاص. القطاع الخاص هام جدا. كلمة القطاع الخاص معناه القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الخدمي. وبالتالي لما نتكلم على دعم هذه القطاعات أو دعم القطاع الخاص، فإحنا نتكلم على كل قطاع على حدة. فمثلا القطاع الزراعي بالتأكيد كلنا عارفين أن لازم الدولة تدعم الفلاح المصري، تيسر له الحصول على الأسمدة وعلى التقاوي وعلى الأعلاف. ثم نقطة مهمة جدا، السعي لتوفير أوضاع ما يقرب من 1,000,000 فدان مستصلحة وتقدم أصحابها بطلبات للتصالح للدولة. لو سرعنا إجراءات التصالح هندخل فلوس للدولة وندخل 1,000,000 فدان للناتج القومي المصري. هذا بالجانب الزراعي. الجانب الصناعي ده جانب مهم جدا. أولا تفعيل بدرجة جيدة الشباك الواحد، تفعيله بدرجة جيدة، هو موجود ويعمل وله رسوم، لكن تفعيله بطريقة أكبر شوية. النقطة الثانية والمهمة جدا، أن الأرض الصناعية حتى الآن سعرها إلى حد ما كبير. سعر الأراضي الصناعية التي تقدم إلى صغار المستثمرين إلى حد ما كبير، يعني سعر دلوقتي المتر حوالي 1,000 جنيه، وفي 1,500 وفي 2,000. طبعا المستثمر الصغير والعمال والورش بالنسبة لهم 1,000 جنيه ده كتير. النقطة الثالثة، ألا نقدم أراضي صناعية إلا مرفقة. ثم بعد ذلك كل القطاع الخاص غير الرسمي تعلن الدولة صراحة رغبتها في دخول الاقتصاد الرسمي عن طريق الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنين، وكل الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية تكون مجانية. أنا أعتقد أن الإجراءات دي هتبقى جيدة. أما السياسة النقدية والمالية فأنا من وجهة نظري أناشد الدولة ان تثبت سعر الصرف وتثبت سعر الفايده حتى تستقر الاسعار لمده شهرين فقط. طيب، شهر 11 و12. طيب دي جزئيه يا دكتور احمد. لو اتكلمنا عن مدى تحقيق المصداقيه في سياسه مواجهه التضخم تحديدا. هو ده نقطه مهمه جدا. هو السلع موجوده، يعني السلع متوفره، لكن القدره الشرائيه عليها هي اللي ضعيفه. ضعيفة لأن السلع أصبحت بأسعار أعلى من المقبول والتي يقدر عليها الناس. هي فكرة التضخم أن السلع موجودة والفلوس غير قابلة لشرائها، فده ناتج عن التكلفة، والتكلفة ارتفعت، فأصبح المنتج سواء صناعي أو زراعي مضطر يبيع بالسعر ده وهي أكبر من قدرة المستهلك. إذن الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج، فلما يزيد الإنتاج يقل السعر، لما يقل السعر يكون في متناول الجميع، مع مرة تانية أناشد أن سعر الصرف وسعر الفايدة يستقر لمدة شهرين حتى نهاية السنة 31/12/2022. طيب دكتور أحمد، وأنت مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، كيف يتم من وجهة نظرك دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي للنهوض وإحداث تنمية اقتصادية؟ أن يصدر تشريع بقانون، دي نقطة مهمة جدا، أن يصدر التشريع بقانون
يصرح فيه مباشرة. واحد، أن عفى الله عما سلف، يعني كل النشاط الاقتصادي الذي تم سابقا لن تحاسبه الدولة ضريبيا عليه. اثنين، أننا سوف نتيح قدر الإمكان إما بديل أو توفير أوضاع الكيانات الاقتصادية الموجودة. النقطة الثالثة، أن احنا كنوع من التحفيز نعطيله 5 سنين إعفاء، وأن كل الرسوم الخاصة بالسجل التجاري وغيرها تكون معفاة. في نقطتين مهمين بعد كده، أن احنا نعمل مناطق صناعية صغيرة، يعني الوحدات لا تزيد عن 50 متر، وتسلم للصناعات الصغيرة اللي هي غير رسمية، وفي نفس الوقت نعمل أسواق تجارية لاستيعاب الأسواق العشوائية في جمل في مصر، في 27 محافظة أسواق عشوائية في كل التخصصات، للبلاستيك للكذا للكذا. لو قدرنا أن احنا نعمل أسواق عصرية في كل المدن ونجمع هؤلاء الباعة الجائلين داخل الأسواق، هيبقوا كلك في الاقتصاد الرسمي للدولة. نعم. طيب دكتور أحمد، يعني حابين نستفيد من حضرتك أكتر فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بتوطين الصناعة، يعني إزاي نحدث توطين للصناعة؟ وكان في دعوات كتير طبعا بتقوم بيها الحكومة من أجل توطين الصناعة المصرية. توطين الصناعة بالتأكيد هيترتب عليه يعني تشجيع المنتج المحلي والإقبال على المنتج المحلي، وكمان فرص عمل، يعني عدة إيجابيات الحقيقة من توطين الصناعة. كيف نساعد من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي على توطين الصناعة المصرية؟ نقطة مهمة جدا. نستطيع أن نعتمد على الإنتاج الصناعي المصري وننشطه لو وضعنا ضوابط للاستيراد. نحن نستورد ب 75 مليار دولار سنويا، 50% من هذا الرقم يمكن انتاجه في مصر، او انه ينتج فعلا في مصر وينتج بجوده جيده ومقبوله، لكنه طبعا المستورد سعره اقل. فلو ان الدوله نزلت تشريع صريح بان هذه البنود موجوده في مصر ولها بديل في مصر، وانه يحظر استيرادها، سوف يتجه كل المستهلكين لاستعمال المنتج المصري. إذا تم استعمال المنتج المصري تدور العجلة، الإنتاج يزيد، المصانع تزيد الآلات والمعدات، ويزيد العمالة وتدور. يبقى نقطة البداية أن يكون هناك تحفظ، وللعلم فقط هو صدرت نشرتين قبل ذلك للتحفظ على استيراد بعض الأشياء، وكنا زمان بنقول إحنا بنستورد أكل للقطط والكلاب، بنستورد شماريخ، بنستورد كذا. أنا أعتقد أن الدولة مرة تانية تنظر إلى قائمة ما يتم استيراده، ويتم صدور قانون بحظر استيراد هذه البنود لوجود بدائل لها داخل مصر. ساعتها هيتجه المستهلك إلى المنتج المصري. طبعا في نفس الوقت أناشد المنتجين المصريين أنه يحسنوا الجودة، أن يتوافقوا مع الأيزو والسي إي مارك والحاجات اللي هي انترناشونال دي، عشان يمكن تصدير هذه المنتجات إلى الخارج. طيب دكتور أحمد، من الجزئية دي الدولة الحقيقة لازم نذكر أنها بتستهدف زيادة صادراتها المصرية ل 100 مليار دولار. حضرتك شايف الرقم ده إزاي؟ أنا شايف رقم طبيعي جدا، بشرط واحد بس، أن احنا ننظر إلى إفريقيا. إفريقيا 1.3 أو 1.4 مليار إنسان، أكثر من 55 أو 56 دولة. إفريقيا بالكامل تقبل المنتجات المصرية كلها على وضعها. إفريقيا تقبل مصر أصلا من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، وكذلك من ناحية الإنتاج. فبدل إحنا ما نهرول وراء يعني أوروبا التي لها شروط يعني مجحفة، أو أمريكا التي لها شروط، إحنا نتوجه إلى إفريقيا. وهذا لن يحدث إلا بتعاون كبير جدا مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، لوجود سفارة في أغلب الدول الإفريقية وفيها ما يسمى بالممثل التجاري. فأنا أرى أن إحنا يمكن أن نصل لهذا الرقم بسهولة شديدة جدا لو توجهنا توجه كبير ناحية الدول الإفريقية التي تقبل كل المنتجات المصرية بلا شروط وبلا أي ضوابط.
ده شيء إيجابي طبعاً جداً. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد هارون، وأنت مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية، أنا بشكرك شكراً جزيلاً. إذا مشاهدينا خلونا أيضاً ينضم إلينا عبر الهاتف مهندس ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مساء الخير مهندس ياسر. مساء الخير يا فندم، اهلا بك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك مهندس ياسر، وانت مختص في الجزئيه الخاصه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، حابه اناقش حضرتك في الجزئيه دي. الى اي مدى حضرتك شايف انه المشروعات او الصناعات الصغيره والمتوسطه اصبحت قاطره تنميه في العالم كله؟ ازاي مصر بالتوجيهات الاخيره من الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرت انها تحط استراتيجيه واضحه للنهوض بالاقتصاد من خلال قاطره التنمية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ والله في الحقيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمثل في مصر 96% من المشروعات القائمة. مشروعات معناها مشروعات تجارية، مشروعات خدمية، مشروعات صناعية. في المقدمة بتاعتها اهتمام الدولة مهتمية بالفترة في كام سنة اللي فاتت دي المشروعات الصناعية، خصوصا في مناطق الصعيد. عملت طبعا الخريطة الاستثمارية كانت عن طريق وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، دي بتبين لك اهم مناطق فيها مواد خام، الطرق اللي فيها، واضح فيها كمان المواني بتاعت التصدير. طبعا في الفتره اللي فاتت الاستراتيجيه بتاعت الدوله 2030 كانت مهتميه جدا بالمشروعات الصغيره المتوسطه، خصوصا المشروعات الصناعيه. فبالنسبه للمشروعات الصناعيه الدوله قدرت ان هي في الفتره اللي فاتت تعمل اكتر من مجمع صناعي متكامل ومتخصص في جميع انحاء الجمهوريه عن طريق اكتر من وزاره، مش وزاره واحده بس اللي كانت بتقوم بالموضوع، كانت وزاره الصناعه. النهارده في اكتر من وزاره مشاركه في الجهد ده، وده هينعكس طبعا على النتائج بتاعته في الفتره. يا طبعا انت عارفه حضرتك ان الحاجات دي بتاخد وقت على بال ما بتعملي البنيه التحتيه وبتعملي المجمعات وتبداي تعملي لها الرخص، تبداي تجيب المستثمرين والمعدات بتاعتهم، ويبدا حتى بعد كده الدوره بتاعتهم في الصناعه. في حاجتين برضو مهمين الدوله قدرت ان هي تقوم بيهم في الفتره اللي فاتت دي، اللي هي من اول 2016 لغايه النهارده، هي موضوع التمويل للمشروعات اللي موجودة القائمة على الأرض وللمستقبلية. يعني كان الأول ما تقدريش تدي قرض أو حاجة إلا للمشروع قائم بقاله سنتين، تقدري تقدمي الدراسات بتاعتك على سن المشروع بقاله سنتين. دلوقتي ممكن أنت في فترة الستارت أب، يعني مجرد ما تفتحي الشركة ممكن أنت تاخدي التمويل بتاعك وتبدأي تشتغلي على طول. ده طبعا بفايدة 5% طبقا لمبادرة البنك المركزي وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الفترة اللي فاتت. طيب مهندس ياسر، من المنتظر خلال فعاليات المؤتمر غدا بإذن الله عقد جلسات زمنية نقاشية ودائرات مستديرة للحوار. من أهم الجلسات هيكون الجلسات الخاصة بالقطاعات الأكثر احتياجا أو القطاعات ذات الأولوية للنهوض بها في الاقتصاد. كيف ترى أهمية تركيز الضوء وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية؟ والله في الحقيقه هي في اهم جلسه في المؤتمر، ودي هيبقى مشارك فيها، يعني كل جلسه من جلسات المؤتمر هيبقى مشارك فيها وزير واحدى الوزارات المختصه يعني بالجلسه نفسها، والمختصين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. المؤتمر الاهم الهدف بتاعته هي رسم خارطه طريق للمستقبل بتاعنا، خصوصا في ظل الازمه اللي موجوده على مستوى الاقتصاد العالمي وتداعيات برضو كورونا في الفتره اللي فاتت دي. الجلسه بتاعت الصناعه دي موجود فيها ثلاث وزراء، يعني الدوله مهتميه بالجلسه دي بالذات وعامله ليها ثلاث وزراء، وزير الصناعه ووزير الماليه، وفي وزير كمان عشان ينسقوا كل الخطوات مع القطاع الخاص للنهوض بحاجتين. اول حاجه زياده التصدير في المرحله الجايه، يعني الهدف من المرحله الجايه في خلال الثلاث سنين الجايين ان احنا نوصل بالصادرات بتاعتنا ل 100 مليار دولار. هو دلوقتي حاليا في حدود من 25 مليار ل 27 مليار دولار، احنا عايزين نزود الرقم ده يعتبر ثلاث اضعاف. دي محتاجه تنسيق مع كذا جهه، مش جهه واحده بس هي مسؤوله عنها، لا ولا الاستثمار بس، لا مسؤول عنها كذا حاجة. أول حاجة إن أنت تنمي القطاع الموجود، المصانع اللي موجودة تنميها عشان تقدر إنها تشتغل بالطاقة بتاعتها والطاقة
يعني لو شغاله ورديه تشتغل ورديتين وثلاثه، او تدخلي استثمارات جديده عن طريق القطاعات اللي انت هتركزي عليها في المرحله الجايه. اهم قطاع دخل فيه استثمارات واحنا شايفين فيه اهتمام من دول كثيره حوالينا هو قطاع البتروكيماويات اللي هي الاسمده والقطاعات اللي هي الخاصه، لان احنا عندنا برضو في ميزه كويسه ان احنا عندنا المواد الخام متوفره بكثره. هو قطاع بالفعل قطاع ذات اهميه او ذو اهميه كبيره بالتاكيد قطاع البتروكيماويات. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس ياسر السقا، وانت المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات المتوسطه والصغيره، شكرا جزيلا لك مهندس ياسر. اذا مشاهدينا من اراء المختصين والمحللين هنروح نتعرف على ارائكم وتفاعلكم عبر همزه وصل اي جي وابرز التعليقات اللي جات لنا على صفحتنا على همزه وصل. هنروح على طول لمحمد علي بيقول لنا في رسالته: المؤتمر ودعم القطاع الخاص، الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار الثلاث سنين اللي جاية، وده بيتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص طبعا لعرض آرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف، وكمان وضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية، ومش بس كده كمان محاولة تذليل كل العقبات الموجودة على أرض الواقع علشان تصبح الأجواء متاحة للاستثمار في مصر في كل المجالات وليس مجال بعينه. طيب من رأي أستاذ محمد هنروح لدكتور عبد الراضي حجازي بيشاركنا برأيه، بيقول: تنطلق بعد غد أو غدا فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 واللي بتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 ل 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وهيكون بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. هتتواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة بعنوان خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم. تستهدف الجلسة دي الوقوف على فرص وأفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء في التعليم العام أو التعليم الفني بالإضافة للتعليم العالي. وهتناقش الجلسة فرص متاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليا وحفظ الله مصر وقيادتها. من رأي دكتور عبد الراضي هنروح لأستاذ محمود الضوي بيقول لنا: في رأيي المؤتمر الاقتصادي والدعم الكامل من القيادة السياسية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين لتعزيز الصناعات والمشاركة مع الدولة، ده كله بيعزز من دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، لأنه عندنا مقومات، عندنا مشاريع قومية عملاقة، عندنا ثروات، عندنا كنوز من المواد الخام جاهزة للتصنيع، ودعم لوجستي وخريطة طريق للاستثمار والمشغولات والسلع والزراعة والصناعة بما قامت به الدولة من تشريعات وقوانين، ودعم كامل لرجال الأعمال والمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج للتقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة. حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن. من آراء المشاهدين والمتابعين على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هرجع مرة تانية لضيوفي عبر الاتصالات الهاتفية على الهواء مباشرة. تنضم إلينا دكتورة مريان جرجس الكاتبة الصحفية. مساء الخير دكتور مريان. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. يعني يمكن هستمد من التعليقات اللي جات لنا على صفحتنا على مواقع التواصل وهسأل حضرتك، يعني إلى أي مدى شايفين أنه خلال المؤتمر الاقتصادي ممكن نستثمر في مجالات متعددة؟ اتكلمنا عن التعليقات جات لنا عن مجال الصناعة، عن التعليم، عن الاستثمار في مجالات مختلفة، كيف تري ذلك؟
صحيح. بداية يا فندم خليني أثني على الدولة المصرية وعلى سياسة الدولة المصرية، وطبعا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس بتنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي لإعلاء من شفافية الدولة المصرية واستعراض الجهود وأيضا استعراض ما قامت به الدولة المصرية في السنوات القادمة السنوات الماضية في الاستثمار وتعزيز مجالات الاستثمار أكثر وأكثر. والحقيقة على الرغم من أن الدولة المصرية لديها أجندة اقتصادية قوية جدا، ولكن هي ترفع شعار لا لعزلة القرار ولا تستأثر بالقرار، على العكس أن الدولة المصرية بتسعى أن هي تثري الرؤية المصرية بكثير من الكفاءات والكوادر الموجودة، سواء شراكة القطاع الخاص أو كل المحللين الاقتصاديين وأيضا الكوادر الاقتصادية الموجودة في المجتمع المصري. وخليني أقول لحضرتك بداية قبل انطلاق هذا المؤتمر أن يمكن في أصداء جيدة جدا لهذا المؤتمر الاقتصادي التي أعلن عنها طبعا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ويمكن شفنا 81.2% من المنشآت الاقتصادية أبدت اهتمام كبير بهذا المؤتمر. عودة لسؤال حضرتك خليني أقولك أن في جلسات نقاشية هتعرض في اليوم الثاني والثالث، ليس خاصة بالتعليم والاستثمار في التعليم والصحة فقط، ولكن أيضا في صناعة التطوير العقاري وفي البورصة المصرية وفي مناقشة الانضباط المالي والاستدامة المالية والسياسات النقدية. والحقيقة لو هنتكلم عن السياسات النقدية دي كان ليها تأثير كبير جدا في صمود الاقتصاد المصري. كلنا نعلم أن هناك تحديات عالمية، ولكن الاقتصاد المصري وصلاباته، ولازال الاقتصاد المصري قائم بمؤشرات بيثني عليها كثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية. ويمكن التحدي القادم يا فندم اللي احنا بنشوفه دلوقتي اثر طبعا الصراع الروسي الاوكراني، ان احنا المؤتمر الاقتصادي سيدعم عملية مهمة جدا وهي عملية الاستيراد والتصدير. يمكن احنا في الايام السابقة شفنا لدينا عراقيل امام سلاسل الامداد والتوريد، وخاصة المكون المستورد لنا من الخارج. فالحقيقة ان احنا قدامنا مسارين، اما ان نذلل العقبات امام المنتج القادم من الخارج المستورد، اما ان نرتفع اكثر وأكثر بالمكون المحلي ونرتفع بهذه المعايير للمكون المحلي. طيب دكتورة ماريان، يعني كيف تري حجم المشاركة الكبيرة والإقبال على المؤتمر الاقتصادي ومشاركة عدة أطراف في زوايا مختلفة؟ بنشوف أدباء، بنشوف مفكرين، بنشوف أيضا مستثمرين وخبراء اقتصاد. كيف تري هذه المشاركة في دعم المستهدف والمطلوب الوصول إليه في دعم الاقتصاد المصري؟ بدون شك فندم ده سيثري من الرؤية المصرية، وكمان يمكن من متوقع في الجلسة الختامية لليوم الثالث هنشوف مقترحات قوية جدا ومقترحات قابلة للتنفيذ. يعني هناك فرق بين مقترحات مجرد أكاديمية مكتوبة على الورق ومقترحات قابلة للتنفيذ هتثري من الاقتصاد أو هتعود إيجابا على الاقتصاد المصري. وخليني أقول لحضرتك كمان أن مصر في الثلاث أيام المؤتمر الاقتصادي ستعرض خريطة مصر الاستثمارية، وهنجد حلول أكتر. وفي الحقيقة أن في دلالة مهمة جدا، دلالة وقتية لهذا المؤتمر، أنه بيجي بالتزامن مع الحوار الوطني. وبالفعل دكتور ضياء رشوان كان هناك تنسيق بين اللجنة الفنية للمؤتمر الاقتصادي والمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن سيكون هناك تنسيقا ما بين الحوار الوطني أو جلسات الحوار الوطني وما بين المؤتمر الاقتصادي. وأيضا الدلالة الوقتية الثانية هي باقتراب كوب 27 والاقتصاد الأخضر، بالطبع سيكون هناك إشارة إلى الجلسات اللي ستعقد في كوب 27 بعد أيام قليلة في شرم الشيخ عن أهمية الاقتصاد الأخضر وعن أهمية الدولة المصرية واستثمارها في الاقتصاد الأخضر. خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، أنه باختلاف الخريطة الجيوسياسية أو باختلاف الاضطرابات السياسية اللي بتحصل في حولنا في العالم، هنلاقي أنه أيضا هناك اختلاف في الخريطة الاقتصادية. ويمكن ده كان من التصريحات المهمة جدا كانت على لسان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللي قال أن 14 دولة فقط في الأيام القادمة هي اللي ستشهد معدل نمو اقتصادي على رأسها مصر وبنغلاديش والهند والعراق أيضا. طيب دكتورة ماريان، يمكن المسار الأول داخل المؤتمر الاقتصادي اللي هنشهده غدا هيناقش السياسات الاقتصادية الكلية، أهمية مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية بشكل عام.
صحيح فندم، خليني اقول لحضرتك انه هذه السياسات الاقتصاديه هي اللي يمكن اعتمدت عليها الدوله المصريه، ومن بدايه 2016 يمكن احنا مرينا باكثر من حقبه اقتصاديه ما قبل 2016، يعني من 2014 2016 كان هناك تلمس، وكانت الدوله بتحاول تشخص امراض الاقتصاد المصري وما هي المشكله اللي كانت متعثره فيها طبعا اثر الاضطرابات السياسيه. ولكن من 2016 كان هناك سياسات واضحه اقتصاديه كليه، اي ان هناك تنظيمات أو تنظيم فكري للدولة المصرية للأولويات في القطاعات المهمة، كانت القطاعات الأمنية على رأس هذه الأولويات، ثم بعد ذلك قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الاستثمار العقاري. هي أن التمويل العقاري أو الاستثمار العقاري ده كان من ضمن السياسات اللي رسمتها الدولة المصرية، ويمكن دلوقتي هنلاقي فائدتها كمان المنتجات البترولية. يمكن دلوقتي كانت الدولة المصرية في 2016 و2017 لديها رؤية تجاه المجالين دول، الاستثمار العقاري وأيضا الغاز والطاقة المتجددة. حين نحن دلوقتي بنلاقي أن العالم بالفعل بيعاني من أزمة طاقة وأزمة غذاء، وأن الملاذ الآمن للاستثمار هو الصناعة التطوير العقاري أو الصناعات العقارية. إذن هي فرص واعدة للاستثمار دكتورة مريان في مجالات مختلفة، سواء زي ما حضرتك ذكرتي المجال العقاري، الاستثمار العقاري، أيضا الاستثمار في الصحة والتعليم. أنا بشكرك جزيل الشكر لحضرتك دكتورة مريان جرجس، وأنت الكاتبة الصحفية كنت معي على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك دكتور مريان. وأيضا مشاهدينا، ده كان ملفنا المطروح للنقاش والحوار مع حضراتكم والتفاعل سواء عبر الهاتف أو مواقع التواصل. بالتأكيد غدا بإذن الله هيكون لينا ملف آخر للحوار والنقاش في همزة وصل. إلى اللقاء.